بسم الله الرحمن الرحيم. نقف هناك معارضة بحرانية في الخارج أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطاني السيد مستر كاميرون، ولكي نعبر عن مطالب أبناء الشعب البحريني، ونقف أيضا إجلال مع هذا الشعب الذي يخرج في ساحاته في الميادين، وكان آخرها الخروج الجماهيري الكبير الذي خرج لتشييع شهيدنا البطل الشهيد يوسف النشمي الذي اختطفته قوات المرتزقة عندما كان يناصر أبناء الشعب البحريني في فعاليات التمرد الذي خرج أبناء الشعب البحريني. اختطفوا جلاوزة النظام، قاموا بضربه والتنكيل به، وأيضا قامت جلاوزة النظام بتعذيبه داخل أقبية السجون، ومن ثم علاجه داخل السجن كعادة بقية السجناء الذين استشهدوا على هذا الطريق. لقد شيع أبناء الشعب البحريني هذا الشهيد البطل إلى مثواه الأخير، ونسأل الله له ولجميع شهدائنا المغفرة والرضوان والخزي والعار إلى النظام الخليفي. نقف هنا أيضا لكي نعبر عن جملة من المطالب، ومن أهمها استنكار التصريحات الأخيرة التي قالها وزير الخارجية للشؤون الشرق الأوسط هوث روبرتسون الوزير الجديد الذي خلف أليستر بيرد في هذا المنصب، وكانت تصريحاته سيئة جدا وتفوق ما صرح به الوزير السابق في العديد من المناسبات. لقد سئل هذا الوزير من قبل أحد النواب في الحزب في حزب العمال، حيث سأله عن المعاملة السيئة التي تلقتها ريحان الموسوي من قبل جلاوزة النظام، والتي خرج أبناء الشعب البحريني استنكارا على هذه الجريمة التي قام بها النظام. وجدنا جوابه سيئة جدا، وجوابه يمثل دعما إضافيا إلى هذا النظام، حيث قال بأن السيدة ريحانة هي متورطة في أعمال إرهابية. هو ياخذ الرواية الرسمية ويصدقها ويطبقها ويدعمها هنا في المحافل الخارجية. نستنكر مثل هذه التصريحات، ونستنكر أي دعم يقوم به هذا النظام البريطاني إلى النظام الخليفي النظام الإرهابي الذي يواصل قمعه ضد أبناء الشعب البحريني في قتله بشكل يومي. سوف نواصل هذه الاحتجاجات حتى يتحرر الشعب البحريني إن شاء الله عما قريب. Which has started on the 14th of February 2011, carry on a daily basis. Yes, we just said goodbye to one of our martyrs today, and we carry on. The killing carries on.